مشاهدينا قبل الثوره كان الواحد فينا يبقى ماشي في شارع ويعدي جنب سور، السور ده المبنى هو ما يعرفوش، مجرد طوب وزلط وحيطه احنا ما نعرفش ايه اللي وراها وملهاش اي معنى في حياتنا. لكن اول ما الثوره ابتدت الطوب والزلط والاسوار اللي محيطه بالمباني دي تاخد شكل تاني. فنانين الجرافيتي نزلوا الشارع ولونوا يعني سجلوا احداث الثوره وصور الابطال اللي احنا كنا بنشوفهم في ايام الثوره على الحيطان. في ظاهره يمكن هي الاولى من ايام الفراعنه ان يبقى في كميه هذا الفن في الشارع يوثق للاحداث اللي حصلت. احد الافلام اللي او يمكن الفيلم الاول والوحيد اللي بيوثق ليه الجرافيتي في الثوره المصريه هو فيلم حيطان، واللي احنا شفنا مشاهد منه دلوقتي، ومشرفنا في الاستوديو المخرج حلمي عبد المجيد اللي وثق بمساعده اخرين عدد من الصور والمشاهد علشان يورينا في الاخر صور يمكن اندثرت واتمسحت خلاص ما عادش ليها وجود. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. حضرتك شرفنا هنا في الاستوديو، وكل سنه وانت طيب بمناسبه مولد النبي. كل سنه وانت طيب والساده المشاهدين طيبين. مبروك على الفيلم، احنا عارفين العرض هيبتدي يوم 10 فبراير ان شاء الله، وحضرتك قلت لي دلوقتي ان هيكون دعوه عامه في نقابه الصحفيين، والفيلم هيبتدي عرضه الساعه 7 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله 10 فبراير ان شاء الله. انا كنت عايزه يعني ابتدي بان اسال حضرتك، زي ما كنا بنتكلم عن ان الالتراس انتي ميديا، فنانين الجرافيتي ايضا انتي ميديا، واعتقد انه ما كانش سهل ان حضرتك يرضوا يطلعوا على يعني كاميرا السينما وان يسجلوا ويتكلموا. التعامل معاهم كان ازاي والتوثيق الفكره؟ واحنا عارفين ان يمكن الاستاذ شريف اخو حضرتك هو عمل اول كتاب لتوثيق الجرافيتي، ومن هنا استمدته الفكره للفيلم. كل سنه طيبين بالنسبه للمولد النبوي، وتحيه لكل شهداء الثوره المصريه. وهذا الفيلم هو يعني ببساطه شديده جدا، زي ما حضرتك قلتي، بدا التوثيق الاول بتوثيق فوتوغرافي ابتدى شريف، وكنا بنفكر في ان احنا يعني هذا الفن الموازي للثوره، الابن الشرعي ليها. يعني كان في خوف شديد جدا ان في يوم من الايام تنمحي هذه الصور وتصبح مجرد ذاكره، وذاكره الشعوب التي لا تنسى طبعا لابد لها من توثيق حتى للاجيال القادمه، لان الثوره الشريفه اللي تمت بهذا الشكل، الثوره النبيله دي يجب انها يعني تكون موثقه، حتى مش لينا بس دلوقتي. يمكن دلوقتي المسائل بتتحسب بشكل آني، لكن عن المستقبل اعتقد انه شيء مهم جدا ان هذا التراث لا يفقد. يعني من هنا بدأ التركيز على هذا الأمر. كنا ناس من جموع الشعب اللي شاركت في هذه الثورة بشكل تلقائي جدا. كان خوفنا على ده هو البعث الحقيقي. بدأ شريف في ده بشكل فوتوغرافي، واختمرت الفكرة وأصبحت ضرورة واجبة بعد التعدي على هذا يعني هذا المنتج اللي انا شايفه في النهايه. لما تم ازاله الرسومات ودهنوها، اعتقد انه ده كان مبرر يستوجب عمل، يعني عمل يوازي الجهد مش يوازي، انا اسف، هو عمل بسيط قصاد هذا الجهد الكبير للناس. يعني ايه كان رد فعلك لما اللحظه دي جت، لما ابتديت تلاقي ان في رسومات جميله جدا وجرافيتي مهم لابطال الثوره او بيوثق لحكايات الثوره ابتدى يدهن عليه؟ كان انت عملت ايه؟ قررت تعمل ايه؟ لا، الحقيقه دي كانت لحظه حزن شديده جدا. ما اعتقدش ان يعني حضرتك، هو فن الجرافيتي هو فن احتجاج، فن من الناس وللناس. يعني لاول مره جموع الشعب بتقف تتفرج على بره بقى الجاليريهات وبره الفن المنمق اللي لازم له بدله وكرافته وما الى ذلك. يعني جموع شعبنا الحقيقيه نزلت شافت ده، وده كان بيعبر عنها، كانت في نقطه تماس مش كده وبس، وشاركت فيه. يعني حضرتك مش بالضروره كل اللي بيشتغل جرافيتي انه فنان، يعني طبيعي انه يكون فنان اللي بدا هذا الامر، بس الناس حتى بعبارات بدات في البدايه خالص. وده يمكن يعني يوم 24 يناير كان، وقبل كده بشويه كان في عبارات نازله، ودي نوع من انواع الجرافيتي. الرسم بقى وتشخيص الحاله، وبعدين استيعاب هذا الفن لشهداء هذه الثوره، كان شيء يعني شيء قيم جدا، وشيء يجب الحفاظ عليه. يعني لانه حفاظ على ذكرى مهمه جدا لا يجب ان ننساها. يعني دي حاجه، يعني حاجه نبيله جدا. طب برضو اقنعتهم ازاي ان هم يصوروا؟ في مشكله جامده جدا. هو طبعا فنانين الجرافيتي عندهم حاله انكار ذات، انا بحييها وبحترمها. حتى بيمضوا باسماء مستعاره. يعني في بعضهم ابتدى اخيرا يعني انه يعني يتعامل مع الميديا، بس في الاول كان عندهم، وده شيء يعني انا شيء بحييهم عليه مش العكس، لان هم في فكرتهم زي الالتراس كده، فكرتهم ان هم الميديا تحرق يعني الشخص، او هو مش هو عايز يوصل المسج وصلت فهو ادى رسالته. فطبعا ده كان يعني حضرتك يعني خد مني وقت كبير جدا، وان انا يعني اقدر يحصل يعني انه ده لازم يتوثق، وانه لازم طبعا ده اكيد. وحده الفكر بقى، وحده الهدف، طبعا دي برضو نوع من انواع قرابه المسائل. بحيي جدا الفنان عمرو بكر، واحد فنانين الجرافيتي اللي ساهم بشكل كبير في خروج هذا العمل للنور. الفنانه ايه طارق من اسكندريه، دي برضو كانت تجربه مهمه جدا في لانها كمان هي فنانه تشكيليه وشغلها مميز بشكل، وهي كانت بتشتغل قبل الثوره كمان، كان ليها تجارب في تجمعات شباب وحاولوا ان هم يحطوا تصوراتهم على الحائط. بعد الثوره الموضوع خد منحى اخر طبعا، بقى له كمان جانب اخر مهم جدا. الناس دي تفاعلت مع اقتناعها بانه ده لازم يوثق بهذه الصوره، والحمد لله يعني احنا عارفين ان الفيلم تم بمنحة من وزارة الثقافة، مظبوط؟ دعم من وزارة الثقافة. طب احنا عندنا هنا تناقض شوية، ان في جرافيتي كان في محمد محمود بتنزل محافظة القاهرة تبيض عليه، وفي نفس الوقت في دعم من وزارة الثقافة لفيلم بيأرخ للجرافيتي. يسأل في ذلك المخرج الكبير مجدي احمد علي، واللي كان في الفترة دي كانت في مسابقة، فاحنا قدمنا هذا الفيلم، فالحمد لله ان هو كان من ضمن مجموعة افلام تم اختيارها. مش بالضروره كلها كانت بتتكلم عن يعني افلام روايه قصيره وافلام تسجيليه. الفيلم ده كان اعتقد ان هم يعني كل الناس في داخلها ان يعني انه هذا الفن او هذا التعبير لا يمحى كانه لم يكن يعني، واعتقد انه لن يمحى ان شاء الله يعني. فكان في دعم تحت يعني في هذا الجانب. الجانب الاخر ده لا يسال عنه بقى، او لا يسال عنه انا يعني، يسال عنه اللي بيعملوا حاجه اعتقد انها لن يضرهم على الاطلاق، انه هذا الشيء يبقى مزار. لان حضرتك وصل الامر ان يعني انه هذا الفن يعني محمد محمود ده اتقال ان هو كان في رسومات تمت على حائط برلين، قيل ان هو لا يقل بان ما كانش يعني يتفوق عليها، فدي كانت المفروض تبقى مزار يتحط عليه ستاند لطيف كده والناس تيجي تزوره. ده يعني الحفاظ عليه هو الحفاظ على الثوره والحفاظ على مكتسباتها، اللي احنا لسه في نضال طويل لتحقيق ده ان شاء الله يعني. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في عرض فيلمك ان شاء الله، وان يكون في مشروع تاني. انا بس احب اوجه تحيه بس لمجموعه من الناس اللي اشتغلوا معايا في الفيلم. الفنان الشركه اللي كانت يعني تبنت انها تساعدني، الاستاذ معتز عبد الوهاب، والموسيقي اكرم مراد، لانه بصراحه يعني كان في مشكله ان احنا المزيكا اللي تعبر عن هذا النوع من الفن كان يبقى شكلها ايه. فتعب معايا جدا، وانا بوجه له التحيه، والمونتاج احمد فيصل واحمد يسري. وبوجه الشكر لكل الناس اللي ساعدتني في ان هذا العمل يعني، لانه كان في حس ان احنا عايزين نعمل حاجه يعني تحافظ. والفيلم على فكره بضمن طبعا الشكر على انك انت قمت بالمجهود ده لتوثيق الجرافيتي اللي حصل في ايام الثوره. احنا بنشكر حضرتك. مشاهدينا نخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل فقره.